ازاي اوصل المريض على الكاردياك مونيتور عشان تطلع لي الويف بشكل صحيح واقدر اشغل ضربات القلب بشكل صح. عندنا 5 ليد بنوصلهم زي ما هي موجوده في الصوره، الوايت بتتوصل على الرايت ارم، والجرين بتتوصل على الرايت ليج، والبلاك بتتوصل على الليفت ارم، والريد بتتوصل على الليفت ليج، وفي الاخر البراون بتتوصل على الشيست مكان الفي 1. وطبعا ممكن تختلف الالوان نتيجه لاختلاف نوع المونيتور، بس هتلاقي كل ليد مكتوب عليها اختصار المكان بتاعها. وما تنساش تكتب لي في الكومنت كنت بتوصل المريض بتاعك على المونيتور ازاي. وبس كده، ما تنساش تضيف على نوتك. انا اسلام احمد ودي قناتي نيرسينج نوت. سلام.